بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. أيوة قول واذكر إذا جعلكم خلفاء خلافة هنا، لكن دائما غالطين بها الجماعة هذا ومجماعة هذا، ما همش عارفين كيف يخلوا بعضهم، هما على سنة واحدة باطلة ومن ورائها العقاب من الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض جعلكم مكان في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وإذا كنتم شهوا في الشرق. فاذكروا ألاء الله أن يعم الله لفردبين لدون ديما ولا تعثوا في الأرض مفسدين وما تعملوش لبليزاردر في الأرض. وبعد قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعوا لمن آمن منهم أتعلمون، ولا هم ينصحوا وعلى علم وعلى حنانة، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، احنا كذبنا وانتم مش تصدقوه. قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، وهذا اللي عملوه الصحابة الكرام الأولون في مواجهتهم لباطل القرشين على رأس بن أمية الملعونون. أتعلمون صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم بك بندعوا عنهما ما يكفر كان بما هو سوى ديانته، الديانة من شاء هو شيطان. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، تكبروا على ذلك أمر ربي، قال لا تضرهم في شيء، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. يظهر بالمليح اللي موش راجعين في تحدي من رب العالمين. قالوا له يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، عندنا الكرب يقول لك تراتينا حاجة تجي وتعاقبنا. تخيل أنتم ما تسميتوا كرب إلا بكونوا تترى العقابات من الله سبحانه وتعالى اللي مطلع على ذاتكم النتنة البغيضة. نعود إن شاء الله.